غوازي مبارك، انا رئيس جمعيه تنمثل واحد 3000 ذوي الحقوق زردال. عندنا مشكل ديال واحد الارض اللي هي في ملك السلالي، تجزأت رئيس الجامعه في الصباحه اللي تترأس عبد الصمد الزمزامي جامعه سيدي ابي قنادل. هو فصل الارض وباع البقاعه ديالها وما خلصناش، وملي مشينا عنده قال لك سيدي انا ما كتسالونيش، شوفوا شكون اللي باع الارض، ولكن عندنا الحجاج بانه هو كيفوت الارض، والحجاج ها هما كاينين، كاين البقاع اللي باعهم ها هما، يا عندنا الحجاج ديالهم. وراسلنا الجهات المسؤوله منهم وزير الداخليه والسي الحنكاري المشكور اللي هو كيراسل رئيس الجامعه كيقول له الارض ما بقى عندك تم علاقه بها، وهي وتمشي للمحافظه تيتر مازال في سميه ذوي الحقوق، ولكن الارض راه كلها تجهزت ما بقات فيها، وحنا ما خذينا حتى حاجه. ملي كنمشيو عند رئيس الجامعه تيقول لك سيدي سيروا فين بغيتوا، سيروا جريده تقنعوا. اليوم باقي لينا السيد الوالي العقوبي اللي كنسمعوا له كهو مشكور، اليوم السيد الوالي غنتجه له، وإلا ما عطاناش حتى هو حقنا بقى لنا سيدنا هو اللي غيفتح تحقيق في هذه القضيه. والناس اليوم راه 3000 واحد راها غادا تمشي كامله، حيت معياو التراكمات ديال كل يوم غدا اليوم غدا راه بزاف، راه اليوم غيهبطوا 3000، كنقولها وكنأكد عليها بأنهم غيمشيو وما غيجيوش.